بعد إذن سيادتك يا فندم، بإيدك الحلوة بس حتة من خالد من قدامك. امسك يا سيدي لما نشوف آخر دلع فيك. تسلم إيدك. عارف يا عمر بيه، أنا إيه اللي مقلقني في المشوار ده كله؟ قول يا بركان القلق. إن أموت هناك وسط الحرب والضرب اللي شغال. الله يخرب دماغك يا ابني، الأفكار المهببة دي. محدش بيموت ناقص عمر يا فندم، ولكل أجل كتاب. أنا بس كل اللي هممني إني لو مت هناك العالم الرمن دول هما اللي هيصلوا عليا، ودول بقى دعاهم ما فيهوش رجع، لا الحي ولا الميت. طب صدق وتأمن بالله. لا إله إلا الله. طعمية زي الفل والله. قوم يا ابني من هنا قوم. لا بجد بجد، أنا لو مت هنا في بلدي صلاة الناس عليا ودعاهم ليا هو اللي هينجدني يوم القيامة. لا محلول إن شاء الله، ما تشيلش هم. هو اسمه إيه؟ اسمه حسين. يا إخواني، لينا أخ اسمه حسين توفاه الله وسط ناس مش مسلمين، ودفن من غير ما حد يصلي عليه أو يدعو له، ذلك بعد ما أن ننتهي من ركعتي السنة أدعوكم أن نصلي عليه صلاة الغائب، وندعو له بقلوب خاشعة متضرعة إلى الله أن يغفر له، لعل الله أن يرسل لنا إذا ما صرنا إلى ما صار إليه أن نجد من يدعو لنا ويصلي علينا.